احنا اليوم الان في مطار اوتوا وعم نستقبل احد القادمين الجدد من سوريا الشقيقه. حنورجيكم كيف طريقه الاستقبال وكيف الكنديين في اوتوا بيستقبلوا القادمين الجدد. خليكم معنا. هدول كلهم جايين يستقبلوا هاي العائله. Welcome, Lama and Oma, to your country. Very nice. حاطين صورة الولد وبلالين نيالو. يلا. سوري. هاي أتوا تستقبلهم. الحمد لله وصلوا بالسلامة وأهلا وسهلا فيكم جميعا في أوتوا. منظر تدمع له العين ولكن هذول السبونسرز فاميلي اللي جابوهم. هاي فرحة المستقبلين. الحزن. عمر كيفك عمر؟ كيفك عمو؟ كيفك؟ ويلكم تو اوتوا جايز. Nothing can be beat. عفوا بحكي بالانجليزي انا. ولا اشي ممكن يخليك توقف عن مساعدة الآخرين. شيل القبعة على أهل أوتوا. يعطيكم العافية.